معارك شرسة على الأرض وفي السماء. فالمدينة الواقعة شرق أوكرانيا أصبحت كمدن الأشباح، لا ترى فيها بشراً ولا مكاناً يصلح للعيش. فمدينة باخموت أصابت القوات الأوكرانية بإحباط شديد نتيجة التفوق العسكري الروسي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لمطالبة كييف بعدم السعي للدفاع عن المدينة وأن تركز على الاستعداد لشن هجوم مضاد كبير ضد روسيا. إلا أن القوات الأوكرانية ترى أن خسارة باخموت هزيمة سياسية ومعنوية. 8 لوتو ميستو باخموت ميستو غريت ورغ داويت سبودا أوكرانيا أبوتين غاندون. وهذا ما دفعها لرفض النصائح الأمريكية والعزم على مواصلة الدفاع عن المدينة، الأمر الذي يكشف مدى اتساع الهوة بين واشنطن وكييف في أهداف الحرب وطريقة سيرها. برأيك، هل يزيد القرار الأوكراني من اتساع الهوة مع أمريكا؟